ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 19 2 قبل 3 ولا 3 قبل 2؟ معروفة ان 3 اكبر من 2. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32. فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي؟ الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخشي مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم اتفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه يا متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو، فيها زفت مجل. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يا نيلي، ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الأفلام الأجنبي بالظبط. عارف البطل الأجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه، زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز. نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايبنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح. والله انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجله والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركه زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش ناقصه تفاهه وهيافه. هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشي. لا لا لا، انت كمان هتزعلي. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. ايه ده؟ مش مساء الخير. انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذه، الله بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك بدر. ازيك؟ اهلا العمد احمد. اهلا اهلا العمد احمد حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كده، الله يرحمه مؤاخذه ما مات. عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح.
يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تأميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. لا حلو. يلا بلات عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلمته متقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بلات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ لغز لغز. الحياه كلها الغاز والذهب. وانت عارف البنت دي اصلا شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. ليه 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 نمشي؟ سلام ابود. مع السلامه. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى. وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح. سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس وكل ما دهب يجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟